سهيل. وقف سهيل. وقف جوتام. حكيم استأنف المراسم وخلينا نخلص. انت ما بتستحق تضحك عليها، انت كذاب. بعد ما رح خليك تبعد عني. جوتام خلص وقف. ما بصير هالشي، خلص بكفي. استنى شوي، لك شو عم تعمل؟ سهيلة، هذا الرجال كذب على الكل، هو ضحك علينا. تخيلوا هو اللي خطف آريا. ما بعد كذب. معقول ستي؟ والعالم كمان اللي ادعى انهم بيكونوا ابوه وامه، هنن كمان ما طلعوا اهله ابدا. هنن كانوا بيت حماه. هو اللي هددهم وقال لهم اذا رفضتوا تتظاهروا انكم اهلي رح اقتل بنتكم وحفيدكم كمان. هي هي الحقيقة، انه مرته وابنه لساتهم عايشين. حاجة تكذب عليهم كل هالحكي لتقدر تتزوجها لفيتيكا. اذا انا عم كذب لكان قلي مين هدول؟ هاي الحقيقة، بصراحة أنا بخجل كتير قول إنه هاد زوجي أنا وأبو ابني. هو كان سيء كتير معي أنا ومع ابني كمان، سبب لي ألم كبير من لما تزوجنا وما ارتحت معه بحياتي. بعرف إنه بحبك كتير وحاطط بباله إنه يتزوجك كمان، بس أنا ما عرفت إنه رح يتصرف بهي القساوة أبداً. حبسنا بغرفة وحتى هو هدد أهلي كمان. خلاص اسكتي بقى. جوتام! مبسوطة؟ أنا مو مصدقة هالشي. أنا كنت معتبرتك بحياتي أعز صديق. أنت واحد سيء. انت مانك صديق منيح ولا انسان طبيعي. انت حتى ما بتحترم مؤسسة الزواج ومسؤولياتها ابدا. ضايقتها لمرتك اللي حبتك واللي وثقت فيك وجرحت احترامها لذاتها. انت رجال فظيع، انت وحش وحتى اكثر من هيك. انا مصدومة وخجلانة كتير من حالي. أنا كيف قدرت أوثق بشخص مثلك؟ أنا كيف إحساسي ما قدر يشوف الحقيقة؟ هلأ فيكن تاخدوه. واحد مخادع محتال. دقيقة بس حتى المحكمة بتسمح للواحد يدافع عن حاله قبل الحكم. عاقبيني إذا بدك، بس اسمعيني. ما بقى تتصرفي وكأنك واحدة منيحة، لأنه الكل هون بيعرف حقيقتك. إذا أنت ما بتعرفي الحقيقة، لاحظت كل حركة من حركاتك وضليت عم لاحظ هالشي. شفت كيف قديش كنتي متوترة بمراسم الزواج اليوم، وما كنتي متأكدة لسه بخصوص هذا العرس، وتقولي وين مايا؟ وين مايا؟ مايا صرخت بالعالي. فيديكا، رجاءً وقفي سهيل، خلينا نواجه الموضوع. أنتِ ترفضي حبي، بس
يا فيديكا مأثور، خلي شي واحد ببالك، انت ما رح تلاقي الحب الحقيقي، بعمرك ما رح تلاقي شريك حياة. لازم تتذكري هالكلام كتير منيح. رح تضلك وحيدة كل عمرك، ورح تشوفي انه ما في حدا رح يسأل عليك بعدي. اسكتوا، لا بقى تحكي، انت رح تعفن بالسجن. ما تتجرأ تحكي على بنتي مرة تانية. يلا اطلع برا البيت، روح من هون. بحبك كتير، بحبك، بحبك فيديكا. أنا آسفة، كنت رح ارتكب غلط كبير وأذيكي، كان ممكن تخسري حياتك بسببي. أنا آسفة. ما تعتذري ماما، ما أنك مضطرة تعتذري، كل شي منيح هلا. شفتي كيف سهيل أنقذنا كلنا؟ سهيل، انت وقفتني عن ارتكاب اكبر غلط ممكن يصير بحياتي كلياتها. لو سمحت يا سهيل لا تحكي اي شيء، لو سمحت. تعالي اريا، يلا ماما. لا لا ما تاكلي هم، هي ما أنا مشكلة. اعتبري شغلك صار وأنا برجع بحكيكي وبطمنك. سلام. أنت واقف هون بكل بساطة؟ أنت مانك معقول، عصبتني كتير لدرجة إنه جاي على بالي أضربك على وشك. شوفي يا خالتي، أنا من عيلة محترمة، لهيك احكي معي باحترام. أنت واحد محتال وغشاش كمان، أنا ماني مثل فيديكا لحتى اتحمل شوفة حالك هاي. انا رح اضربك هلا وبصندلي هاد لحتى زرق لك جسمك ولحتى ربيك منيح. عم تفهم علي مو هيك؟ هاي بس بينتي على حقيقتك. اذا بتحكي حرف واحد بس على زوج بنتي انا رح طالعك فورا من بيتي، عم تفهمي؟ لازم تتشكريني لاني عملت مراسم العرس تبع بنتك ببيتي، وانتي اخترتي جوتام يكون سهرك، مو واحد مثل بونيش نحن ما دخلنا ابدا. بعدين بنتك فعلاً وحدة محتالة لأنها عملت شيء مو منيح لأبني. إذا ما بتعرفي هذا الشيء حضرتك، وهلأ خدي غراضك وطلعي برات بيتي فوراً، عم تفهمي؟ انتي سكتي، بنتي ما أنا راكدة وراء ابنك سهيل أبداً. سهيل هو اللي عم يحاول يقنعها دائماً، وهلأ يا فهماني إذا شاطرة مناعي ابنك انتي من إنه يلحق إذا بتقدري. أنت مو بس أنقذتني أنا وعيلتي يا سهيل، أنت كمان أنقذت مرته لجوتام وابنه. أنت عرضت حياتك للخطر بس لحتى تنقذهم. قد ما تشكرتك ما بيكفي، ما بعرف شو بدي أقولك. إذا بتريد سامحني لأني ما صدقتك وشكيت بكلامك. أنا قبل ما أروح بدي أطلب منك شي واحد وبس.